مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين. أعزائي، مر على البحرين نقدر نقول زلزال أو تسونامي أمني بكل معنى الكلمة. رأينا سيناريو مستقبلي مخيف مر على أشقائنا، لم نتخيل في يوم من الأيام أنه راح يمر علينا. اليوم والحمد لله إحنا في حالة التقاط الأنفاس وحالة تفقد مواضع الأضرار. في هذه الحلقة راح نكون كأننا نزور موقع الحدث من بعد مرور العاصفة. راح نمر اليوم على ثلاث مواقع خلفتها العاصفة. الموقع الأول راح نبحث مع ضيفنا من تحت الركام ماذا حدث وراء الكواليس في الجلسات التفاوضية قبل إخلاء الدوار بين تجمع الوحدة الوطنية ومع سمو ولي العهد. ماذا حدث ما بين تجمع الوحدة والوفاق، وماذا حدث بين الوفاق وولي العهد. سنرى معه أيضا إلى أين ينوي تجمع الوحدة الوطنية الاتجاه. الموقع الثاني في الحلقة راح يكون حديث من القلب إلى القلب بيني وبينكم، جرد حساب لمواقع الربح والخسارة لجناحي هذا الوطن. أما الموقع الثالث فراح يكون مسك الختام، وراح أتركه لوقت نشوفه مع بعض. بداية نرحب معاكم في ضيفنا الدكتور ناجي العربي. حياك الله استاذ سفسن. استاذ مساعد في جامعة البحرين كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية. اهلا وسهلا، حياك الله. وعضو ايضا في تجمع الوحدة الوطنية. دكتور، قبل ما نبدي حوارنا معاك خلينا نشوف مع بعض تقرير ونرجع له. تلفزيون البحرين بالأمس بعرض فيلم وثائقي تضمن عددا من الجرائم التي ارتكبت خلال الأيام الماضية بحق رجال الأمن والواجب والذين نذروا أنفسهم لحماية مكتسبات هذا الوطن العزيز على قلب كل مواطن بحريني حر. هم كانوا يتكلمون بالتليفون، وينك يا مولانا، وين المقداد، وين موجود المقداد. هم نفسهم كانوا يتكلمون، بعد كل مقداد هناك موجود، ذاك الصبح افترع السيارة وفر السيارة ريوس طلع من هنا، المقداد ينزل لنا من هالصوب، انتظر من هالصوب، عرف انه مقداد. كلمني، سأل عن اسمي، سألني عن القسم اللي اشتغل فيه. امرهم ودوني، قال انا باخذه بودي الدوار على اساس انه يودوني الدوار قدام الاشخاص. واليوم تقدم لتلفزيون البحرين مواطن بحريني شريف حركه الحس الوطني إثر رؤيته لمشاهد الفزع التي مورست بحق رجال الأمن العام من قبل المخربين. تقدم بشريط مصور يكشف كيف قام المخربين باختطاف رجال الأمن ونقلهم إلى الدوار. وتلفزيون البحرين بحكم التزامه وحرصه على كشف وتبيان الحقائق لإزالة الحجاب عن الحقيقة يطلعكم على هذا الفيلم حتى تقف الحقيقة صوتا وصورة حاجز صد منيع أمام محاولات البعض لتشويه وتكذيب الحقيقة والتي لا تحتاج إلى تبيان أكثر من ذلك. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. أنا أرجع لضيفنا وشفنا التقرير مع بعض دكتور ناجي.
قبل لا نبدي الأسئلة أنا تفاجأت أيضا حتى بالتقرير اليوم إنه في موجود، لكن قبل أن نسأل أسئلتنا إيش تعليقك على اللي شفته؟ بسم الله الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الواقع الكلام يعني يقصر على التعبير عن هذا المشهد، ومن عجائب الأمور أنك تسمع في هذا الركام من المهزلة والاستهتار بحياة الناس تسمع من ينادي بالسلمية ومن يحشر الأمور بتقصد أنه يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأسرى. الواقع هذا المشهد مشهد يعني تنتفي فيه الإنسانية، تنتفي فيه القيم، مشهد إذا رآه الإنسان لا يمكن أن يتصور أنه في البحرين. وأعتقد لو أعطينا مخرج يخرج لنا مشهد مثل هذا المشهد لا يستطيع أن يخرج لنا مثل هذا الانحطاط في القيم، لا يستطيع أن يتصور الخيال مثل هذا الإجرام الذي يلبس ثياب الكمال والعز والشرف ويتكلم يعني إنسان منعدم الإنسانية أنه يريد أن يكسب نقطة. في الواقع هذا الموقف يصور خيال ووهم قديم في عقلية مجموعة من الناس أنهم وصلوا إلى حافة التطرف الذي انعكست القيم، فإذا هم يرونه تمدن وتحضر. إنسان يستهتر بحياة الناس في مثل هذا المشهد ثم يأتي ليضحك على هذا الجمع الكبير بأنه يكسب نقطة، يعني لا أعرف أعجب من عقلية هذا الرجل أم أعجب من عقلية هذه الأعداد الغفيرة، أعجب من وحشية هذا الرجل أم أعجب من غوغائية هذه الأعداد الغفيرة. هذا الموقف أستاذ سوسن لا يمكن أن يعلق عليه بكلام العقلاء، هذا يحتاج إلى إنسان يعني إما أن يكون مجنون يعبر بهلوسة عن هذا الموقف، وإما أن تكون المشاعر ماتت عنده حتى تبقى الكلمات وتخرج وكأن الموقف طبيعي. أنا استوقفني دكتور شيئين في المشهد هذه. أولا يعني لما وصف بأنه أسير، هناك شعور كان في الدوار أن في دولة، في دولة موجودة داخل الدوار، لذلك من يتم استخدامه من الخارج يعتبر أسير لهذه الدولة. في الواقع هذا هذه ممكن يعني إذا تسمح لي هذه ينعكس حتى في الأسئلة اللي راح أسألك إياها حول طبيعة الحوار اللي كانت اللي كان يدور بينكم وبين هذا الشعور اللي تفضلتي فيه. هذا الشعور كان يمارسه ليس من في الدوار وإنما تشعر به عند القيادات، تشعر أن هذا الذي يحصل في الدوار ما هو إلا إفراز من إفرازات ما في عقول من يسمونهم مرجعيات أو من يسمونهم قيادات. فالجماعة عندهم نشوة بأنهم منتصرون، بأنهم أصحاب الأمر والنهي، هم هؤلاء أسرى وهؤلاء بلطجية وهؤلاء ليسوا من أبناء البلد. فهذا الشعور الغريب الغرور والتعالي هو الذي يوصل مثل هذا الموقف. يعني كيف يستطيع إنسان يزعم بأنه خرج من أجل المطالبة بالإصلاح يصل إلى هذه الفوضى ويصل إلى استهتار بحياة الناس إلى هذا الحد؟ الحلقة التي عرضها تلفزيون البحرين في الليلة الماضية رأينا مشاهد كنا نظن أنها القمة في السوء، فإذا اليوم نرى أن ما رأيناه أمس هو ليس كل الحقيقة وإنما هو جزء من الحقيقة، وأعتقد أن الحقيقة ما زالت يعني تزداد مرارة. إيش راح نكتشف في الأيام التالية؟ هاي خليني أسألك دكتور ناجي، يعني خلينا نرجع شوي ورا، يعني أول مرة
من بعد ما تشكل تجمع الوحدة الوطنية في اللقاء الأول. قبلها كانت يعني الوفاق يعني تتحدث وكأن يعني هي والحكم والثنائية هذه اللي راح يحسمون الوضع وسيكون بينهم أهم الحوار وأهم اللي يعني سيتفاهمون. بعد الإخلاء الأول لما طلعوا الجيش والقوات الأمنية وكذا كان التفاهم مع سمو ولي العهد إنه يعني يجلسون في الدوار لفترة ويبدؤون الحوار إلى أن طلع التجمع الأول للوحدة الوطنية. في الواقع قبل أن نمشي في الكلام إلى هذه الجزئية أنا أقول الوفاق لا زالت إلى اليوم بالرغم من كل ما حصل لها وبالرغم من يعني الانهزام المعنوي والحسي والمادي اللي لحق بها والانهيار الخلقي العجيب اللي نرى مظاهرة موجودة إلى الآن الوفاق لا تزال لا تنظر إلا إلى أنها والدولة. بل من رأى مقابلة يعني علي سلمان مع الأخ صلاح علي في الجزيرة وأنا قلت هذا وسأقوله رأى أن علي سلمان دخل المقابلة وهو ينظر إلى نفسه والنظام وفي آخر الحلقة ألغى النظام أيضا فلم يبقى في الساحة إلا هو وإلى اليوم هو يفكر بهذه العقلية. يعني هو الآن قبل أيام طالعنا بتصريح أنه إذا مستعد أن يدخل الحوار لكن بشرط أن يخرج درع الجزيرة من البحرين وأن يطلق سراح كل المساجين. إذا هو لا يزال الرجل يعني في غروره لا يزال في تعاليه وهذا كله لأن الرجل يصرح يقول بعد ما حصل ما حصل يقول ما نجحنا هذه المرة بعد ذلك بعد سنتين بعد 10 سنوات. إذن أنا مستغرب حقيقة مستغرب من هذا الخطاب ومستغرب من الوضع الذي فيه هو والذي تتركه الدولة عليه. لست هنا بصدد أن أهيج أحد لكن أنا هنا بصدد أن أقول الحقيقة بصورة واضحة وصريحة. نحن لا نعتقد أن الوفاق تعلمت الدرس والسبب لأن الدولة حادت الوفاق وكان الأولى أن يكون الموقف الحازم أولا مع الوفاق ليس مع بنات الوفاق. يعني احنا نقول الوفاق وبناتها ايش تقصد يعني بناتها من جمعيات الست اللي قاعدين يعني يأكلون على فتات الوفاق والذي يعني بعضهم له تاريخ سياسي بغض النظر أن كنا نتفق معه أو نختلف قبل أن يولد علي سلمان لكنه الآن لأنه يعلم أنه ليست له قاعدة فليس له إلا أن يقتات على ما تتفضل به الوفاق من رفات وفتات. احنا خلينا على الوفاق لأن هي أنا بنعرف يعني أول مرة صار التقاء بينكم هل يعني شعرت من اللقاء الأول من طلب أول شيء؟ أول شيء لما التجمع خرج في تجمعه الأول في 21 فبراير وهذا الخروج هو الذي يعني قلب المعادلات كلها ولخبط الأوراق وغير الحسابات. يعني أنا أقول التجمع والتطوع الذي قام به أبناء البحرين الشرفاء حفظ الله بهما البحرين. ولذلك ينبغي أن يبقى هذان الأمران مقدران عند الشعب.